بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لماذا يعذب الله غير المسلمين؟ الله تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن إنسان يعيش في الغرب، يعيش في مكان نائي، يعيش في أماكن بعيدة، لم يصله الإسلام، لم تصله دعوة الإسلام، كيف يعذبه الله؟ طبعا هناك رأي أن هؤلاء الله لا يعذبهم، يحشرهم على أعمالهم مثلا. وهناك رأي آخر يقول يعذبهم لأنه لابد أن تصلهم رسالة الإسلام. قبل ذلك أيها الأحبة، دعوني دائما، إذا أردتم أن تجدوا إجابة علمية مقنعة، عودوا إلى الجذور، عودوا إلى اللحظة التي خلق الله فيها هذا الإنسان. الله لا يخلق شيئا عبثا أيها الأحبة، هذا إله كريم عظيم. يخلق وينسى خلقه ويتركهم هكذا؟ هذا غير معقول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لحمها وعظامها وجلدها وسمعها وبصرها. هذا الكلام ينطبق على كل البشر، كل إنسان منذ أن يكون عمره 42 يوما ينزل الملك. الله تعالى يأمر هذا الملك بعد أن يعطيه الصورة البشرية وينفخ فيه الروح، يأمره أن يكتب عمله وأجله، وطبعا يؤمر بأربع كلمات، منها العمل والأجل، الذي يهمنا منها طبعا الرزق، أيضا يكتب الرزق، الذي يهمنا هنا شقي أو سعيد. إذن يتحدد مصيرك بالشقاء أو السعادة متى؟ وأنت عمرك 42 يوما. هل تعلمون، هل تعلم أخي الحبيب كم كان حجمك في هذا العمر؟ سنتيمتر هكذا، بحدود سنتيمتر واحد، أكثر بقليل أو أقل بقليل، يعني هكذا كان حجمك. حدد رزقك، وحدد أجلك، وحدد عملك، وحدد مصيرك إلى الجنة أو إلى النار. ربما يستغرب البعض، يقولون هل الله يظلم الناس؟ لا، هذا هو ما يسمى بعلم الغيب. علم الغيب علم معقد جدا، فوق طاقة عقولنا. اختص الله به نفسه وقال عن نفسه عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مكتوب واضح، مبين، كتاب مبين مكتوب، كل شيء مفصل، حتى حركة هذه اليد مكتوبة عند الله، حتى الآن جلوسي مكتوب عند الله، الكلمة التي أنطق بها مكتوبة عند الله، نسمة الهواء التي تمر الآن مكتوبة عند الله، كل ذرة مكتوب مصيرها عند الله. ذرات الهواء هذه عندما تنتقل من مكان إلى مكان نتيجة الذبذبات الصوتية مكتوبة عند الله. يعني أنا لا أمزح، أنا أتحدث بجزء من علم الله. الله عز وجل أعلم بمليارات المرات مما نقول الآن. علم الله علم لا نهائي، لا يستطيع عقل البشر أن يتحمله. هذا الإنسان عندما خلقه الله لا يعقل من غير المنطق أن الله يخلق إنسانا عبثا، يخلقه ويرميه هكذا في الصحراء أو في البرية أو في أماكن بعيدة. لا، خلق فيه الفطرة التي تدله على السلوك السليم، وسخر لهم أنبياء ومنذرين، وسخر لكل أمة نذير. لا بد أن يكون هناك من يأتيك في حياتك ليقنعك أن هناك إله هو الله سبحانه وتعالى، وأن هناك دين هو الإسلام. لابد هذا الكلام أن يحدث أيها الأحبة. طيب كيف نعلم ذلك؟ سأقول لكم كيف.
دعوني أقرأ هذه الآية أولا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة يعني لا يمكن أن تخلو أمة من نذير ينذرهم. قد يكون النذير هو الإنترنت اليوم، قد يكون النذير مقطع فيديو على اليوتيوب سمعته وسمعت دعوة الحق فيه واستكبرت، قلت أنا لا أقتنع، أنا لا أريد الإسلام، هذا إسلام دين عنف دين إرهاب، هذا اسمه استكبار وليس مناقشة عقلية. لأنك لو بحثت عن الإسلام الحق لوجدت أنه دين الحق، ولكن أنت تستكبر ولا تريد الإسلام. الله عز وجل لا يمكن أن يخلق نملة من دون أن يعلم ما هو مصيرها ومن دون أن يرزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. دققوا معي، قضية الكتاب المبين تتكرر. الآن أنا سأعطيكم هذه التجربة الافتراضية. لنفرض أن لدينا مجموعة من الناس تتألف من 100 شخص يعيشون في منطقة منعزلة. هؤلاء ضالون يمارسون الزنا والسحر والكذا وكذا إلى آخره. جرب أن تذهب وتدعوهم إلى الإسلام وانظر كم شخص يستجيب لك، كم شخص؟ ستجد القليل، إلا من كتب الله له الهداية، القليل. طيب لا تريد أن تصدق هذه التجربة، اذهب إلى الغرب الآن، أنت لديك الآن ملحدين كثيرون. يعني أنا من خلال هذه القناة أبث كثير من الفيديوهات ويشاهدها الكثير من الملحدين، وأعلم ذلك من خلال تعليقاتهم المسيئة ومن خلال الشتائم التي يقومون بها للنبي عليه الصلاة والسلام وإساءتهم للإسلام. أعلم أن هناك متابعون، أن هناك متابعين ملحدون، هؤلاء المتابعون ملحدون يستمعون إلى هذا الكلام ليلا نهارا ويستهزئون به وينكرونه ويرفضون دعوة الإسلام، ما رأيكم؟ طيب هؤلاء الناس الذين يعيشون في الهند أو في الصين، الذين يسجدون للبقر والذين زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني مثال أيها الأحبة، ملكة سبأ عندما ذهب الهدهد وتأخر وتوعده سيدنا سليمان أن يعاقبه أو يذبحه، قال فمكث غير بعيد فقال يعني هذا الهدهد جاء بخبر من منطقة سبأ، كانت منطقة متطورة جدا في اليمن، فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. يا هل ترى هذا الهدهد أيها الأحبة أليس أعقل مني ومن كثير من الناس؟ هدهد عاقل، الهدهد نظنه لا يعقل، هو يعقل، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب لماذا يسجدون للشمس؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هنا سيدنا سليمان يعني أرسل، طبعا تعلمون القصة، وعندما جاءت ملكة سبأ واستكبرت كثيرا ولكن أراد الله لها الهداية، قالت إني ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا أيها الأحبة هذه الملكة كانت عاقلة وجاءت تبحث عن الإسلام حقيقة، لأن الله لو لم يعلم فيها خيرا لما هداها. وهذه المرأة حتى لو بقيت في سبأ سيهديها الله سبحانه وتعالى. الذي لا يهتدي قلبه مغلق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن أيها الأحبة هناك فئة من الناس، أنا دعوني فقط أقول لكم هذه الآية
شر الدواب، هذه العبارة أين وردت في القرآن؟ شر الدواب. الدواب هناك نمل، هناك حمار، هناك بهائم. شر الدواب يعني أسوأ نوع من أنواع الدواب. من هم؟ انظروا ماذا يقول القرآن أيها الأحبة: إن شر الدواب عند الله الصم. صم، بكم لا ينطق، لا يسمع ولا ينطق. الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا لطيف. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا الإنسان الذي تجده يعيش في منطقة نائية ويمارس الظلم والقتل والربا والفاحشة والكذا والكذا، ثق تماما هذا ليس فيه خير. الله يقول ذلك: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أحد علماء الفلك الكبار الذين توفوا سابقا حتى آخر لحظة لحياته ألف كتابا، ملخص هذا الكتاب كون بلا إله. يقول: لا داعي لوجود الإله ليتحكم أو ليخلق هذا الكون، من الممكن هذا الكون أن يخلق بالمصادفة. ختم حياته بهذا الكتاب. للأسف رأيت بعض بعض الناس يقولون هذا يمكن أن يدخل الجنة وكذا. نحن لا نتدخل بمصير البشر لأن الله هو أعلم بذلك، ولكن أنا أحكم على ظاهرة أراها أمامي. إنسان ينكر وجود الله وربما هداه الله قبل أن يموت، ليست هذه مشكلتنا، ولكن أنا أحكم على فكرة أن هذا الإنسان وصل إلى قمة العلم وقرأ آلاف الكتب ووصل إلى جائزة نوبل وإلى كذا وإلى كذا، وقرأ عن الديانات وقرأ. طيب، كل هذه القراءات لم يقتنع بالإسلام. الذي منعه هو التكبر. نحن نقول قد يكون هداه الله ولو قبيل الموت بثانية. ربما الإنسان يهديه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس طبعا. فأحبتي، إياكم أن تقولوا مصير فلان حتى لو مات منتحرا، مات ملحدا، أنت تقول الله أعلم. تحكم على ظاهرة، ظاهرة الإلحاد تؤدي إلى النار، ظاهرة الكفر تؤدي إلى النار، ظاهرة إنكار الله تؤدي إلى النار. أما الشخص بعينه هذا علمه عند الله، لا يجوز. يعني خطأ أن تحكم على شخص إلا من حكم الله عليه سبحانه وتعالى، مثل فرعون وأبو لهب إلى آخره. الآن أيها الأحبة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب ماذا؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني حتى عندما يأتيه صوت الحق يتولى. للأسف افتحوا على الإنترنت تروا بعض المسلمين المرتدين الذين ارتدوا للأسف وذهبوا إلى ديانات أخرى وعقائد أخرى. هؤلاء يحاربون الإسلام ليلا نهارا. تصور أن هؤلاء بعد أن من الله عليهم بالإسلام انقلبوا على أعقابهم وبدأوا يستهزئون بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجاهدون ليلا نهارا لتشويه صورة الإسلام. إذن أيها الأحبة، كل إنسان مكتوب عمله ورزقه وشقي أو سعيد. ما معنى شقي أو سعيد؟ ليس معناها أنه يعني سعيد في الدنيا أو شقي تعبان، يعني لا. شقي أي من أهل النار، سعيد من أهل الجنة، لأن الدنيا هذه ليست مجالا لتقييم الإنسان. التقييم الحقيقي يوم القيامة. الإنسان الشقي سييسر لعمل أهل الشقاوة، والإنسان السعيد سييسره الله لعمل أهل السعادة، كما أنبأ بذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، الله لا يظلم أحدا، هو أعلم بخلقه. نحن لا من الخطأ أن نظن أن إنسان دخل الجنة أو دخل النار. ندعو بالرحمة للمؤمنين. الكافر والملحد شأنه إلى الله، إن شاء يعذبه
أو شاء يرحمه، هذه قضية أيها الأحبة لا يتدخل فيها البشر، يعني أمثالنا، معلوماتنا محدودة جدا، والله اختص نفسه بعلم الغيب. لذلك خلاصة هذا الفيديو أنني أحب أن أنبه كل إنسان، لا تسيء الظن بإنسان ملحد، قد يهديه الله ويصبح أفضل منك. لا تسيء الظن بإنسان من ديانة أخرى، لأنه قد يهتدي وقد يضلك الله، انتبه. أحسن الظن بالناس جميعا، أطلب من الله المغفرة لمن شاء الله سبحانه وتعالى، للمؤمنين ولمن شاء الله، واطلب الهداية لكل ملحد، بدلا من أن تدعو عليه وتشتمه وكذا وكذا. هذه ليست أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تحشر مع هذا النبي الكريم الذي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، إذا أردت أن تكون بقرب هذا النبي وقريب منه جدا يوم لقاء الله عز وجل، ينبغي عليك أن تكون أخلاقك حسنة، تحسن الظن بالناس، تدعو لهؤلاء الملحدين ولغير المسلمين أن يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق، وأن يثبتنا جميعا على الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق. وهذا دعاء أحبتي هو آية قرآنية، أتمنى كل واحد أن يحفظه. يعني لا تستخسر أن تحفظ آية قرآنية، ربما تستفيد منها يوم الموت، ربما تستفيد منها يوم لقاء الله، وأكيد ستستفيد منها الآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احفظوا هذه الآية رجاء ورددوها، وكلما، خصوصا بالنسبة لمن يسمع شبهة أو يعني يجد في نفسه شيئا من الريب أو الشك، ليقرأ هذه الآية 7 مرات، فإن لها مفعول السحر في تثبيت الإنسان على اليقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.